الأستاذ ابن حضرتك الصغير ميدو، لو أمه ميدو بعد إذن حضرتك سامعني تراعيك شوية، بس تعمل لحضرتك ينسون كل شوية يا أم ميدو، رجاء والله. اللجنة حمودة بيقول لك راعي راعي يا عم بهجت، وعملوا له ينسون كل شوية. أو النبي، والنبي لو سامعني يلا يا قول لها يلا يا أم ميدو، اعمل لنا ينسون لو سمحت. أرجوك. ما عبرتناش ومشيت يا حمودة. حمودة، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. ازيك يا حبيبي حمودة؟ والله يا اخي حبيبي، صار عامل ايه؟ حمودة يومين ورا بعض كده، ده انا يا لهوي يا حمودة. صحتك عامله ايه؟ والله عشان صحتك، بعد والله ما سمعت طلبت صوتك يا طلعت حمودة ده انا يعني وشك اصفر النهارده لا والله، لا مش الله اصفر يديك ولا حاجة، ده الصحة زي الفل زي الفل. يا رب يا رب. والله عامل ايه يا غالي؟ الحمد لله يا حمودتي حبيبتي. اخبار صحتك ايه؟ بتاخد طب العيله كويس؟ اه امال ايه يا حموته، ده انا باخد تمام كده، انا نفسي والله التزم بيه والنبي. تمام يا حموته الله يكرمك. والنبي انا اسف في الطلب، لو سلام الاستاذ سلام. الاستاذ ابن حضرتك الصغير ميدو، لو امه ميدو بعد اذن حضرتك سامعني تراعيك شويه، بس تعمل لحضرتك ينسون كل شويه يا ام ميدو، رجاء والله. اللجنة حمودة بيقول لك راعي راعي يا عم بهجت، وعملوا له ينسون كل شوية. أو النبي، والنبي لو سمعني يلا يا قول لها يلا يا ام ميدو، اعمل لنا ينسون لو سمحت. أرجوك. ما عبرتناش ومشيت يا حمودة. أستاذ بهجت، أنت قاعد يا تسبني اليوم أستاذ أم لحظة، بهجت أنا عندك بتكلم لحظة حرمك واحدة. موجودة عندك وأنت تسب العالم بالطريقة دي أستاذ بهجت؟ لا أبدا، حرمي موجودة جوه خالص وأنا قاعد في المطبخ. اقفل معاك يا كرش، هيجي لك دور. وبعدين يعني انت قلقان على حرم بهجت صابر اللي جوزها بيشتم، وهي سامع جوزها اللي بيشتم يعني، لكن مش قلقان على المسلمين اللي بينقحوا في السجون وبيطلع ميتين ابوهم، ولا على موسم الرياض اللي علمت نص الشباب السعودي ينام على بطنهم عشان يجيبوا عيال بنغالي ينقوهم. ده ما تعبكمش يعني، ولا الصهاينة اللي فشخينكوا يا ولاد الكلب يا وطين. ممكن اقول له انا حاجة يا مبهج؟ اتفضل يا حمودي. بص يا واد، قول لأمك عمو بهجت جاي في لا لا الأرض لا لا لا، المزروعة. عيب 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 عيب، حاضر مش حاضر، عاوزك انت على تقول الكلام راسي. الوحش ده يا حموته. حاضر حاضر، شاطر والنبي والنبي يا شيخ تاخد العلاج عشان خاطر حاضر يا حموته. الله، ربنا يخليك، وبكرة هطمن عليك تاني. شكرا يا حموته حبيبتي. الله يصلح حالك يا رب. أشكر، شكرا يا أستاذ ميف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني احنا لما نسمع العالم كل الشتايم دي كلها ونيجي عند بيتنا احنا نقول لا، هو بيتنا كراخ اجدع من بيت الناس يعني؟ ها؟ اسمع عن الدنيا كلها شتايم واجع عند بيتي واقول له لا ما تسمعش؟ مكتوب علينا، هنعمل ايه؟ انا عامل زي دكتور امراض الناس، احط ايدي في تيز الكل، وتيجي عند مراتك مش هتحط ايدك؟ مش هينفع.